Thank you.
Thank you.
الله يحفظك. شكرا. بعدا سمع معكم عادل الكروشي، لاعب سابق فريق الرجاء الرياضي والمنتخب الوطني. كنبغي نشكر شوف تي في قناة الشعب على الحضور ديالكم، هذا شرف لي باش تكونوا متواجدين معايا اليوم في ريستورون كافي رياض الباشا في مراكش اللي كيتواجد في الشرف لي. مرحبا بالناس ديال مراكش، مرحبا بالناس ديال البهجه في رياض الباشا. هادو كاين واحد في بن سليمان وواحد هنايا في مراكش. كنبغي نشكر الصراحه اسطوري على الحضور ديالهم وعلى الصراحه حسن التعامل اللي تعاملوا معايا. كنبغي نشكرهم بزاف، وكنبغي نشكر الناس كاع اللي جاوا وحضروا، لعائلتي للاصدقاء للناس اللي قراب ليا. ومرحبا بالناس من مراكش. انك تجي تديروا جو هنا في مراكش وبحكم راه جو كازا ويفور. بطبيعه الحال بحكم انا كتعجبني مدينه مراكش واستقريت هنايا من شحال هذه، ماشي غير دابا كتعجبني، وكنت كنفكر بانني ندير بروجي، لان اصلا كنفكر باش نستقر هنايا، والحمد لله ربي وفقنا، وكانت النيه كيف كنقولوا. الناس ديال مراكش الله يعمرها دار، ناس الضيافه وناس الكرام، وهادشي اللي خلاني صراحه معجب بهاد المدينه هذه، مدينه مراكش، مدينه النخيل، مدينه الحمراء. مونينيك صراحه صاحبي وخويا وعزيز عليا اللي جا شرفني، كنبغي نشكره من هذا المنبر حتى هو. نمشيو عنده شوف يونس خويا وصاحبي عزيز عليا يونس. مرحبا بشوف تي في عند الاخ ضروري صديق عزيز، نتمنى له التوفيق في هذا المشروع ديالو ويكون بادرة خير وانفتاح في منطقة الشرف. كما قلت له جبتي لهم قيليز للشرف. لا كلاس راكم كتشوفوا. مرحبا بكم كلكم عند عادل، اثمنه مناسبه وسيرفيس مزيان. وراه شكرا السي الرجاء هنا. الله يحفظك ليا ان شاء الله. شكرا تكلتي عادل يوم في المسار ديالك. ضروري اكيد شكون اللي ما كيعرفش عادل. عادل عادل الكروشي صديق في المستوى ولا عمرها دار اخ ماشي صديق. يعني انت عزيز عليك مراكش اكيد. الكروشي اللي خلاني نبغي مراكش وهذا الريستورون زوين تقريبا هكا. تحيه لكم. نقول لهم راكم فنين واجي ومرحبا بكم عند عادل. كيجاوك الناس زوين الله يعمرها دار. مرحبا بكم في رياض الباشا. احنا في رياض الباشا جبنا شي مراكش دابا في ريستوران ديال اللي داك المدير دابا عند السيد هضر لينا على الريستوران بركه عندنا ما نديرو بالناس. مرحبا بكم في رياض الباشا. مبروك السي عادل اكيد مبروك. والعقبه العقبه لافتتاحات واحد اخرين بن سليمان مراكش طنجه الرباط كازا على الله اكيد انسان كيخدم من نيته واللي كيخدم من نيته غيوصل. ونتمنى تشجيع من المراكشيين لهذا اللاعب هذا، راه خلى بلادو وجا عندكم. كان فيه ما يحل في كازا وجا عند مراكش. يعني قدروا هذه البادره هذه. وشكرا لكم. بارك الله فيك. شكرا يسوس. بعدا اول حاجه كنبغي نشكر يونس بالتواجد ديالو معايا وفي جنبي خويا وصاحبي وعزيز عليا. الله يعمرها دار صراحه ولد الناس. الله يعمرها دار يعني راه كاع الناس يقولوا لي الله يعمرها دار انسان خالق. الله يعمرها دار يونس ابار على السوشيال ميديا بانه رجل طيب. والله يعمرها دار صاحبي كوميديان اكيد بطبيعة الحال، ولكن تقرب منه كشخص انسان. اكيد كيف قلت لك ابار على السوشيال ميديا بانه شخص الله يعمرها دار ومربي كيتعامل مزيان. صراحة كان شرف لي بانني تعرفت عليه وصاحبي وخويا. شرف اكثر لي وان شاء الله صحبة دائما ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. كنقول ليه راك غزال وكمل وراك
مثال للناس الناجح اللي بغى ينجح في حياته ياخذ عادل كقدوه. الله يحفظك اسي، شكرا لك. شرف وتوصل فيما بغيتي شهاده اكيد بالمعقول وبالخدمه المزيانه ماشي بتخلوات. شكرا لك ومرحبا بكم انكور اون فوا. الله يحفظك ليا. شكرا شكرا يوم شكرا 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 شكرا. هذا الافتتاح ديال مطعم دار الأدباء في حي الشرف في مدينة مراكش اللي حضر له الأنس المؤقت في مولينكس. إلى هنا متتكئين هنا قد في بث مباشر آخر دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.